يا محروس، لسه بتفكر في السفر ولا عقلت وربنا هداك؟ خلاص يا علي، أنا قررت ولا يمكن أرجع في قراري أبدا. طب قول لي قبل ما تسافر يا محروس، ما تعرفش مين هي الحكومة؟ ما بلاش السيرة دي بقى عشان بتعصبني، لأني بحس قد إيه أنا مصدوم في البلد دي. في إيه يا عم المقهور؟ ما ترد على سؤالي، مين هي الحكومة؟ أحمد السقا مش كان بيقول من النهاردة ما فيش حكومة، أنا الحكومة، يبقى هو الحكومة. إذا يا تصدق صح، بس زي متخلف ده فيلم. انت هتهزر يا ابني ولا ايه؟ انا مش فايق لك دلوقتي. خلاص يا علي بقى ما تزعلش نفسك، الحكومة يا سيدي شوية ناس بيلعبوا بالفلوس لعب، وبيحركوا كل اللي حواليهم زي لعبة الشطرنج بفلوسهم، وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، وبيشتروا اي حاجة وكل حاجة. كلامك بيحيرني وبيتوهني اكتر ما انا تايه، بس تصدق صح، الفلوس بتعمل المعجزات، وانت قلت حكمة وانت مش واخد بالك دلوقتي. فعلا، ما الحكمة بناخدها منكم، خدوا الحكمة من أفواه العاقلين، ونورت لي حتة ما كنتش واخد بالي منها، إن ممكن رجال الأعمال يبقوا هم الحكومة. إيه ده بقى؟ هو أنا كل ما أجي علشان أقبض ألاقي بتاع الخزنة ده مش موجود؟ هو هاجر ولا إيه؟ وش معنى يعني بتاع الخزنة اللي عايزاه يشتغل؟ ما أنت كمان ما اشتغلتيش وجاي تقبضي، هو استغلال وخلاص؟ أنا محتاجة فلوس عشان السفر، وبعدين جاي أختم ورق السفر بتاعي، بس ربيع ده مش موجود. ربيع خد الملفات وختم النسر ومأنتخ في البيت بسبب الهاشتاج بتاعي. تفتكر الهاشتاج بتاعي هو اللي عمل كده؟ لا، ده العمل بتاعي هو اللي عمل كده. عمل ايه؟ انت عملت له ايه؟ انا مش فاهمة. لا مش مهم، بيروح الربيع البيت بقى عشان يختم لك ورقك. يا رب ما يختمه لك وما تعرفيش تسافر. حرام عليك يا علي، ليه كده؟ هو ده اسميه حب ولا ايه؟ تقدري تسميه فوقان من الغيبوبة اللي انت عايشة فيها، بس ارجع واقول لك انت مالكيش ذنب، الذنب كله ذنب انا، بس لا ولا قطر الحكومه. الا قولي لي يا منار، مين هي الحكومه من وجهه نظرك؟ طبعا رئيس الوزراء وبقيه الوزراء هم الحكومه، وهم اللي بيتحكموا في كل حاجه في البلد، بس انا مش هسكت. يا شيخه تهدي بقى، انت ما بتتهديش. حقنه، اقول لك على حاجه، يا رب تسافري عشان الواحد يرتاح منك ويخلص يا شيخ. يعني ايه يا زوني مش عارف تطلع جوازات سفرنا؟ اعمل لك ايه؟ مش لاقي حد يعمل جوازات مضروبه، ولا عايزني انا بقى اروح اعمل جواز سفر واتمسك واترمي في السجن؟ انا عارف يا سيدي ان احنا ما نقدرش نعمل جوازات سفر عشان احنا هربانين من الجيش وما قضيناش الخدمه العسكريه، بس يعني معقوله مش عارف تضرب لنا جوازين سفر؟ ما كل الناس ما انتخى زينا، حتى المزورين انتخوا. ده انا حتى كنت ناوي ادفع ضعف الفلوس، بس برضو مش لاقي حد عايز يشتغل. طب وبعدين هنفضل كده يعني محبوسين في البلد دي؟ ولا هنروح شمال ولا يمين؟ ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. أنا لازم أسأل الطلبة هنا مين هي الحكومة، يمكن يقدروا يوصلوني الحاجة، يوضع سره في أضعف خلق. يا ماهينار هانم، يا فهيمة فندي، سؤال بعد إذنكم. أهلا يا مستر علي، غريبة انك موجود هنا، ده مفيش ولا موظف واحد في الجامعة. هو كده علي، من يومه مجتهد. لا والله ما اجتهاد ولا حاجة، انتوا وحشتوني، بس قلت اجي اسلم عليكم واسألكوا على حاجة بسيطة كده. بقولك يا انسة ماهينار، ممكن اعرف مين هي الحكومة من وجهة نظرك؟ الحكومة اكيد البنك المركزي، هو الحكومة في البلد دي، مش هو اللي فيه الفلوس وهو اللي بيطبع الفلوس وبيشغلها في البلد، يبقى هو اللي مسيطر ويبقى هو الحكومة. لا طبعا الكلام ده مش صحيح، ده منطق رأس مالي متوحش. الحكومة طبعا هي الشعب، يعني مجلس الشعب، يعني البرلمان، هو ده النظام، وهي دي الحكومة في الدول الديمقراطية الاشتراكية. الله يرحمك يا عم جاهين، وقفت بين شطين على أنطرة، الكذب فين والصدق فين يا ترى؟ محتار حموت، طلع لي حوت وقال هو الكلام يتقاس بالمسطرة. السلام عليكم يا أخ فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ علي. أنت سايب المدرج والدراسة والاتحاد وجالس في المسجد، أنت لا تعلم أن الدراسة عمل وأن العمل عبادة يا أخ فاضل. عارف طبعا يا أخ علي، فتح الله عليك. وسايب ده كله ليه وقاعد معتصم هنا أنت وزمايلك يا أخ فاضل؟ إحنا معتكفين ولسنا معتصمين يا أخ علي. وهو ده وقت ولا مكان اعتكاف يا أخ فاضل؟ كل مكان في الأرض طاهر، وكل وقت ينفع فيه الاعتكاف يا أخ علي، وإحنا بمشيئة الرحمن مش هنسيب المسجد ولا الجامعة إلا لما الحكومة تنفذ طلباتنا. قول لي بقى، أنت جاي دلوقتي المسجد ليه وده مش وقت صلاة؟ هتعتكف معانا بإذن الله؟ لا،
أنا كنت جاي عشان أخذ رأيك في حاجة، بما إنك رجل مستنير. من هي الحكومة يا أخ فاضل؟ يا نهار أبوكو أسود، تو بتزوروا شهادات الجيش يا محي انت وزهني؟ ما توطي صوتك يا علي، ايه يا عم انت عايز تفضحنا ولا ايه؟ شكله عايز يحبسنا يا زهني، اكتم بقه بسرعة بدل ما هنتنفخ ونتحبس بسببه. ده اقل واجب انكم تتحبسوا، انا مش هقول لكم الكلام بتاع بلدك هي امك ووطنك هو عرضك، لا، انا هقول لكم كلمتين بس. الجيش اللي انتوا عايزين تهربوا منه ده هو اللي هيخليكم رجالة بجد، الجندية شرف ورجولة، ده انا هفضحكم. ايه يا عم الكلام ده؟ ده يا دوب حتة ورقة ملهاش لازمة، زيها زي شهادة الجامعة ملهاش لازمة، بس مهمة بقى عشان نسافر بيها بره. الجيش مجرد ورقة؟ الجيش عمره ما كان ورقة، الجيش تجربة بتثبت بيها لنفسك انك تستحق كلمة مصري اللي في بطاقتك. مصري كلمة غالية قوي يا شوية شباب رخيصة. انت تقريبا كده بتشتمني يا علي ولا ايه؟ انا ما بشتمكش، انا بعرفكو مقامكو بس. يا عم مقامنا هنعرفه اول ما الطيارة تطلع، وساعتها ننسى بقى بين السرايات باللي فيها بمجرد بس ما نوصل لاستراليا. قلتلك هنروح كندا مش استراليا يا محي. لا استراليا. ده مش لما تبقوا تعرفوا تجيبوا تمن العربية اللي هتوديكوا المطار، يبقى ساعتها كل واحد يفكر هيركب انهي طيارة. طيارة كندا. قلتلك مات الكلام واستراليا يا محي. انتوا مقامكم بشتيل. الحمد لله اخيرا لقينا بنزينة فاتحة. حاجة غريبة جدا يا منار، انا مش عارف ازاي كل البنزينات قافلة، اشمعنى دي يعني اللي فاتحة؟ ايه ده؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يو ما تنزل تشوف في ايه يا ششتاوي، البنزينة فاضية خالص. انا نازل اهو. لا استنى يا بابا انا هنزل معاك. ايه ده في ايه؟ دي البنزينة فاضية خالص وكمان حاطين يافطة مفيش بنزين. طب احنا هنروح المطار ازاي دلوقتي؟ دي العربية مفيهاش ولا نقطة بنزين. ما هو اكيد البنزين خلص ومفيش حد يوصل البنزين لاي محطة، لان الناس بقالها يومين ما بتشتغلش. يعني ايه؟ مش هنسافر ولا ايه؟ لا طبعا هنسافر ان شاء الله، حتى نروح للمطار ماشي، ده حتى المشي رياضة وصحي. لا ده انا اللي صحتي هتروح لو مشيت خطوتين من هنا. يا اما ده انا بنهج لما بقوم من الصالة اروح الحمام. امال هتعمل ايه يا سي بابا؟ ما تقلقيش انا هتصرف، هشوف اي حد معاه عربية كرو نشتري الحمار بتاعه يقطرنا لحد المطار. ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. طب يا ترى مين ممكن يكون عارف مين هي الحكومة عشان ارتاح واجيب قطرها واخلص وانقذ البلد من اللي هي فيه؟ عيب والله، ده انا بكالوريوس واول دفعتي، ازاي ما بقاش عارف اجابة سؤال زي ده؟ ده انا عارف مين مكتشف اللمبة الجاز. علي ما تيجي هنا وانا احبك. تعالى هنا وانا اقولك. تقولي لي ايه يا سماح؟ طب تعالى تعالى بس خش قولي، تعالى تعالى بس هقولك. بتشدني كده ليه؟ عيب في ايه يا سماح؟ في ايه شدتني جوه البيت وقفلت الباب ليه؟ ناوي عليها سماح، هاتي المفتاح لو سمحت. لا مش هديلك المفتاح، لو عايزه تعالى خد. ايه الجو القديم ده؟ بتعملي زي زينات صدقي وبتخبي المفتاح في هدومك، واروح انا بقى زي اسماعيل ياسين اجيب الكبشه واقعد ادعبس جوه؟ لا انا مش ابن حميدو، وبعدين بطلي جو الافلام الابيض واسود ده، انا حافظه. يا لهوي ده انا بعشق الافلام الابيض واسود. هات المفتاح بقى سماح وبطل الحركات دي، عيب. حركات؟ هو انت لسه شفت حركات؟ ده انا هتشقلب لك دلوقتي. لا والنبي سماح اوعي تتشقلبي، اوعي تتشقلبي لحسن، البيت قديم وممكن يقع بينا في اي لحظه. شيل ايدك، شيل ايدك وما تتحرشيش بيا عشان بغير، ممكن اعمل لك قضيه تحرش دلوقتي. ولو سمحت هات المفتاح، هات المفتاح لحسن انط من البلكونه، وعايز الجلد انا انط واخليك تشيلي ذنبي، وممكن وانا بنط انط فوق واحد اموته وتشيلي ذنبنا احنا الاثنين. لا يا سيدي وعلى ايه؟ خلاص خد المفتاح. بس على فكره يا علي انت فهمتني غلط خالص، ده انا كنت جايه عايزك تغير لي كالون الشقه عشان بيعلق، وانت يا اخويا سيدي اللي عارفين انا واحده الست وقاعده لوحدي من غير راجل، اخاف حد يدخل عليا بالليل وانا نايمه يعمل فيا حاجه، والجيران اللي بعتشها برضو. ايه اداء الساحره الشريره ده يا سماح؟ اديني المفتاح لو سمحتي. وبعدين الكالون شغال اهو بيفتح مش معلق ولا حاجه، وما تقلقيش محدش يقدر يدخل عليك لا بالليل ولا بالنهار، ولو انت نايمه ولو انت صاحيه، الا لو كان انتحاري واخد فرقه صعق على الاقل. ليه يا اخويا؟ مفكر نفسك محمد رمضان؟ يا جودي
ما سافرتيش انت كمان مع ابوك وامك ليه؟ وسافر ليه؟ هو انا قاعدة على دماغك؟ هو العمل ما قصرش فيكي ولا ايه؟ عمل ايه؟ انا مش فاهمة منك حاجة. ولا انا فاهم حاجة، ونفسي افهم. حاسس ان في حلم ونفسي فوق منه ومش عارف. وبعدين انت عايزني اسافر واسيب مصر اللي كل يوم بقف في طابور المدرسة فيها واحيي العلم واقسم اني احافظ عليها؟ انا مش مصدق ده. انا لو قدام شريفة فاضل مش هتقول كده. تعالي في حضن اخوك يا جودي، تعالي. انت فرحان اني بقولك كلمتين حلوين من بتوع الافلام؟ من بتوع الافلام؟ يعني الكلمتين دول مش من قلبك؟ عموما انا فرحان، فرحان عشان ما سافرتيش، علشان انا بخاف انام لوحدي.